من حضرتك المفروض ان هي بنفرين ورايح باوراق بنفرين، عملوها لي حضرتك باربع افراد. مجرد ما رحت عشان اصرف قالوا لي دي باربعه. رحت طبعا كان رمضان حضرتك ولازم اصرف، فصرفت ورحت بالبطاقه التموين للشهر المكان ما طلعتها. لو سمحتوا البطاقه ديت باربع افراد وانا المفروض نفرين بس. قالوا لي تعالى بكره تعالى بعد، وانا سيادتك ما عنديش وقت. رحت لهم اكتر من خمس مرات عشان اديهم حقهم واخد حقي. فبالتالي حضرتك انا النهارده 25 في الشهر ولا كام؟ ولا 20 ولا اكتر ولا اقل؟ وما صرفتش التموين ومش عايز اصرف عشان ما اصرفش حاجه مش بتاعتي. هعمل ايه بقى يا سياده الكل؟